السلام عليكم، مساء النور والسرور والخير عليكم مشاهدينا ومتابعينا على قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا تألقت سماء الفجيرة اليومين الماضيين بكوكبة من ألمع نجوم الأدب والثقافة الذين شاركوا في منتدى الفجيرة الثقافي الذي عقد تحت شعار توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي. وتوج المنتدى في يومه الثالث بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع بنسخته الأولى. هذا المنتدى يسعى لأن تكون عنوانا في صفحة الثقافة العربية وملمحا مهما من ملامح النشاط الثقافي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وأن يكون كذلك متناغما وعمق الثقافة العربية وأوجه نشاطاتها المختلفة وتوفير البيئة المحفزة لجميع الأنشطة الثقافية في الفجيرة وترسيخ أسس المجتمع القائم على المعرفة والإبداع. استطعنا أن نؤسس لبنية ثقافية مهمة ابتدأت وانطلقت من إمارة الفجيرة، وتأسيس فعالية الحراك الحقيقي للمشهد الثقافي وإضافة نظنها مهمة، وهذا ما أوجزته ولخصته نتائج المشاركات التي كانت تنيف على 950 مشاركة للمرشحين للمشتركين المتنافسين على جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع. وهذه الجائزة تزامن معها الملتقى منتدى الفجيرة الثقافي الثاني الذي كان قد سبقته دورة أولى، وهذه الدورة نعدها متقدمة على كل الأصعدة لأنها استقطبت رموزا مهمة ورموزا ثقافية لها شأن في الساحة الثقافية العربية ولها تشكلاتها الخاصة في بنية المشهد الثقافي العربي عموما. طبعا أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذه الدورة جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع. هذه الجائزة التي ولدت كبيرة بقيمتها المعنوية وقيمتها المادية أيضا، التي تنعكس على الجوانب المعنوية للمبدعين الشباب وتشجعهم على مزيد من الإبداع والعطاء. هذه الجائزة التي عرفت إقبالا كبيرا من طرف المشاركين المبدعين الشباب في مختلف المجالات السبعة. طبعا هذه الجائزة يصادف توزيعها أو الإعلان عن نتائجها احتفال بهيج بأيام الفجيرة الثقافية، والتي تمثلت في يومين ثقافيين يناقشان موضوعا في غاية الأهمية بمكان في عصرنا الحاضر. في الحقيقة عندما أتينا إلى الفجيرة إلى الإمارات كان الاستقبال حافلا، كنا يعني مبللين بالحب والجمال يعني السعادة، استقبلونا استقبالا فخما. طبعا منتدى الفجيرة الثقافي هنا منتدى متميز، وطبيعة اللقاءات كانت جميلة والحوارات كلها حوارات إبداعية وخلاقة أيضا. المواضيع التي اختاروها بعناية كانت عن الموروث الشعبي وتوظيفه في القصة أو في المسرح أو في الشعر أو في الرواية، كل هذا وأكثر كان في منتدى الفجيرة الثقافي الذي كان ملما تقريبا في كل الأجناس الأدبية. لابد أن نشكر الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التي هيئت لنا هذه الفرصة للقاء والحديث عن مواضيع مهمة جدا وهي الأسطورة والموروث الشعبي، وتحديد هذه المفاهيم التي تربط بين هذين المفهومين وبين هذين الاشتغالين. لا يخفى على أحد أن الأسطورة والموروث تم توظيفهما إبداعيا في كثير من المجالات، في الشعر وفي الرواية وفي مجالات أخرى، وهذا التوظيف ربما هناك توظيف حسن وإبداعي وتوظيف آخر ربما مغاير. الظروف
هنا إذا جيدة والأجواء جميلة جدا، لا سواء في المنتدى أو حتى الناس اللي التقينا بهم والأصدقاء كذلك، هناك تفاعل، هناك جو يملأه المرح إلى غير ذلك. هناك فنانين مشاركين كبار أضافوا إلينا، أو المعارف، مجموعة من المعارف أضافوا إلينا أشياء كثيرة حول الثقافة، حول التراث، حول الرواية، حول النقد. سعيدون جدا بلقاء كتاب وشعراء لطالما حلمنا بلقائهم والجلوس معهم والحديث، فكانت فرصة سعيدة جدا وفرتها هيئة الفجيرة، أذهلنا حسن التنظيم والاستقبال الحافل الذي ينم عن جهود جبارة في تنظيم هذه الجائزة وهذا المهرجان الذي يستحق حقا الاحتفاء، خاصة بموضوعه الشيق. لطالما قضينا ليال طوال في صحبة ألف ليلة وليلة وغيرها من الأساطير العربية، ولطالما قرأنا عن الحكايات العربية القديمة لتأتي الجائزة لتأتي المنتدى الفجيرة الثقافي ويسلط الضوء على هذا الموروث وهذه الأساطير ويناقشها ونتدارسها بشكل واسع وبفضاء رحب ويتسع لكل الآراء. الفجيرة هي حاضنة الثقافة والأدب، ودوماً لجميع الأدباء والمثقفين حول الوطن العربي. الفجيرة هي تفتح أبوابها لجائزة الشيخ راشد، كانت خير يعني جائزة لاستقطاب الشباب العرب. طبعاً راح نشوف معاكم في حلقة اليوم سينما الأحياء والحدائق العامة، وبعد راح نروح وياكم للذكاء للقفاز الذكي لمساعدة أصحاب الهمم ومنتدى الهيئة العامة للرياضة للمنشآت الرياضية، وراح نروح نشوف وياكم ابتكار قناص الإمارات، أول سيارة لاسلكية مسلحة على مستوى الدولة، وراح نشوف وياكم محمية منزلية للزراعة المائية. لكن نشوف هذا كله لكن بعد الأخبار. ليالي مساء النور. مساء النور والسرور لك زميلي عبد العزيز ولكل متابعي برنامج 7 على 7 الأفاضل. يا هلا، شو في أخبار مهمة اليوم عبد العزيز؟ شعلة الأمل وصلت إلى دار زايد، إلى أرض التسامح حصر اليوم، ودخلت أرض الدولة عبر منفذها الجوي في العاصمة الحبيبة أبو ظبي، وهذا طبعا عبد العزيز يؤذن ببدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبي 2019. ويجب فقط أن نذكر إلى أن الشعلة سوف تنطلق بشكل رسمي في 4 مارس من رحاب إمارة الفجيرة لتجوب باقي الإمارات الحبيبة بإذن الله تعالى. تفضلي. شكرا لك. 28 من فبراير 2019، أرحب بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات الرئيسة في ميدان رمسيس في العاصمة القاهرة، أسفر عن وعدد من الضحايا والمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعثا برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم في محطة القطارات الرئيسة في ميدان رمسيس في العاصمة القاهرة. وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري. الحريق الذي اندلع بالأمس، نعتذر عن هذا الخطأ.
في ملف مغاير بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين. ورحبت رئيسة سنغافورة خلال اللقاء الذي جرى اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة، متطلعة إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز ودفع علاقات البلدين الصديقين بما يلبي تطلعاتهما المستقبلية، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية في المجالات التجارية الاقتصادية الاستثمارية السياحية الثقافية والتعليمية. وأشار سمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى اهتمام الدولة بالتجربة التنموية السنغافورية وإلى التعرف على مقومات تميزها في إطار السعي للاستفادة من التجارب بهدف دعم عملية التنمية ودفع عجلة التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، مشددا سموه على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود والمساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى مبادراتها ودورها الإنساني في تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والدول في العالم. في الإطار عينه، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة إلى مصنع شركة جلوبال فاوندريز في سنغافورة التابع لشركة مبادلة للاستثمار، حيث طلع سموه على أبرز برامج الشركة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وتطويرها ودورها في بناء قطاع حيوي ومتكامل للتكنولوجيا المتقدمة. كما تعرف سموه من مسؤولي الشركة على مبادراتها البحثية والتعليمية التي تنفذها من خلال شراكاتها مع المؤسسات المعنية الدولية لإعداد وتطوير قدرات الأجيال المقبلة من العلماء والباحثين في قطاع تقنيات النانو. من جهة أخرى، عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة محادثات رسمية مع لي هاسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، تناولت سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب رئيس الوزراء السنغافوري بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والارتقاء به في مختلف المجالات. وصعد الجانبان مكانات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى القطاعات التعليمية والصحية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنميتها وتنويع مساراتها. وشدد الجانبان في ختام محادثاتهما على أهمية العمل المشترك على مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهد أمس ومون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية في البيت الأزرق مراسم توقيع اتفاقية ترسيخ عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك وشركة SK Engineering and Construction الكورية الجنوبية، وذلك لبناء أكبر مشروع منفرد في العالم تتم ترسيته لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة بقيمة 4 مليارات و400 مليون درهم، حيث ستتولى الشركة الكورية الجنوبية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء 3 مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ السعة التخزينية لكل منها 14 مليون برميل. ختام الموجز الإخباري مشاهدينا، أتمنى لحضراتكم عطلة نهاية أسبوع هانئة. إليك عبد العزيز. شكرا لك ليالي. طبعا من الامور الجميله اللي نحن شفناها من اولى تجارب دائره الثقافه بالمنطقه الشرقيه هي سينما الاحياء والحدائق العامه المقامه في حديقه القلعي في وادي الحلو. طبعا هي فعاليه حلوه خصصوها للاطفال، راح نعرف تفاصيل اكثر
مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة شمسة المزروعي، مسؤول مكتب دائرة الثقافة بوادي الحلو. مساء النور. مساء الخير، حياكم الله. حياك الله. في حشرة عندك، شكلك أنت موجودة هناك. أكيد أنا في وسط الفعالية حقيقة. إذن كيف الأجواء إذا أنت في وسط الفعالية، كيف الأجواء عندك؟ الأجواء بصراحة جدا رائعة، يعني الأجواء عندي مجموعة من الأطفال، عدد رائع جدا من الأطفال مختلف الأعمار، إلى جانب مجموعة من أولياء الأمور حقيقة يشاركونا في هذه الفعالية. الفعاليات والأنشطة اللي موجودة معاكم شنو هي؟ اليوم إن شاء الله قدمنا سينما الأطفال، سينما الأحياء هنا في حديقة الإبداعي في منطقة وادي الحلو. هذه السينما إن شاء الله اللي راح تنتقل على مدى الأشهر القادمة إلى جميع مناطق المنطقة الشرقية. هذه السينما اللي هي الهدف منها ثقافي توعوي، كسر الروتين المدرسي اللي هو مع الطالب، وخلق يعني نخلق جو أو نوع من الترفيه، الترفيه الأسري اللي هو الترابط الأسري نفس ما نقول بين الآباء وأولياء الأمور الأطفال هنا في برامجنا إحنا وفعالياتنا اللي هي خاصة بالأطفال. كيف شفتي ردة فعل الأهالي والأطفال اللي كانوا مشاركين؟ جميل جدا، يعني أنا حاليا يتواجد عندي مجموعة كبيرة من الأهالي، حضر عندي أيضا والي المنطقة وادي الحلو، حضر عندي عدد كبير ما شاء الله من أولياء الأمور اللي هم يشوفوا اللي هي التجربة الجديدة اللي دخلت المنطقة مساء هذا اليوم. جميل جميل جدا. شو فكرة السينما، يعرضون فيها أفلام أو أفلام كرتون؟ نعم، هي نعرض حاليا فيلم ثقافي توعوي اللي هو خاص بالأطفال، يعني هذا الفيلم جميع جوانبه ثقافية وحتى أهدافه ذات قيم ثقافية أيضا. هو بعد وادي الحلو إن شاء الله راح تروحون لمناطق أخرى في المنطقة الشرقية؟ نعم، كانت البداية في منطقة كلباء، مرورا بدبل حصن، مرورا بخرفكان، إلى حطت رحالها في منطقة وادي الحلو. جميل جميل جدا. مشاريعكم الجاية إن شاء الله اللي هي راح تكون في في كلباء قلتي أستاذة؟ احنا حطت الرحالة اخر شيء في منطقة وادي الحلو. اوكي، هذا اخر شيء في وادي الحلو. راح تكون عندنا برامج خاصة بالاطفال، خاصة يعني مختلف الاعمار باذن الله. طبعا انا اتوجه بجزيل الشكر للشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، الله يحفظه. هذا رجل ثقافة، رجل ابداع، رجل ابتكار، وهو راعي جميع هذه المشاريع والبرامج الثقافية هنا في منطقة أو في إمارة الشارقة، وبالأخص في المنطقة الشرقية. صح. اللي هي طبعا بتوجيهات كبيرة من مدير إدارة المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة اللي هو الأستاذ محمد صالح السويجي. إحنا بتوجيهاته طبعا نشوف النجاح الحمد لله اللي تحقق البرامج دائرة الثقافة هنا في المنطقة الشرقية إلى جانب المناطق التابعة لإمارة الشارقة. صحيح. هذا كله بتوجيهات من المدير الأستاذ محمد صالح السويجي. شكرا لكم جميعا. إلى جانب الجهود المبذولة من جميع موظفي دائرة الثقافة هنا في المنطقة الشرقية. موجودين لمتى إن شاء الله في وادي الحلو؟ مدة الفيلم يعني الفترة المسائية إلى الساعة يعني 8 تقريبا. هو اليوم بس يعني إن شاء الله؟ هي نعم إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذة شمسة المزروعي، مسؤول مكتب دائرة الثقافة بوادي الحلو. شكرا لك، شكرا جزيلا. مع السلامة. حيا إن شاء الله. راح نروح ونشوف وياكم كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، طبعا الفائزين بجائزة الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرفة دبي، وهي الدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال اللي نظمتها وتعاونت اللي نظمتها الغرفة، كانت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد عفوا. خلونا نشوف وياكم أكثر في هذا التقرير.
الجائزة هي تركز على القطاع الاقتصادي بشكل عام، جائزة الشيخ محمد بن راشد للأعمال، وعندنا كذلك جائزة الشيخ محمد بن راشد للابتكار الأعمال. المعايير الجائزة صراحة هذه معايير عالمية معروفة، تركز كثير على الأداء والنتائج النهائية للشركات أكثر من مجرد الاستراتيجيات والعمليات اللي هي أيضا مهمة. نحن عندنا نغطي القطاعات الاقتصادية كلها، ولكن أهم القطاعات اللي تميزت العام هذا هي قطاع التجارة، قطاع الصناعة، المقاولات. جائزتنا مو فقط على مستوى دبي ولكن على مستوى الخليج بشكل عام، وعندنا فائزين صراحة من خارج الدولة. يعني الشركة الأولى هي شركة من البحرين، طبعا نحن نفتخر فيها. وأهم شيء يميز الجائزة هي أكثر من مجرد جائزة، هي برنامج صراحة لدعم تطوير الأعمال. ونحن دائما نطلب من الشركات الفائزة أن تشارك في نماذج أعمالها واللي يساعدها في أنها تكون من أفضل الشركات في هذا القطاع. نقدم لجميع المشاركين اللي هي أكثر من 400 شركة موجودة في الجائزة واللي قدمت سواء فازت أو ما فازت، تقرير بالتفاصيل اللي هي نقاط القوة ونقاط الضعف، وخاصة نقارنهم بالناس الفائزين في قطاعهم. فهاي بقول من مميزات الجائزة. طيب عن جائزة الشيخ محمد بن راشد للأعمال للسنة العاشرة، تحقق قفزة نوعية من عدد المشاركين، وهذه السنة الثانية التي يكون فيها أيضا جائزة للابتكار في قطاع الأعمال بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وغرفة دبي، ونحن سعيدين حقيقة بهذه الشراكة، سعيدين أيضا بالمشاركة من عديد من الدول على مستوى مجلس التعاون الخليجي، ونحن فائزين مملكة البحرين ومن عمان. وأعتقد أن هذه السنة المعايير ارتفعت جدا، وعدد المشاركين ارتفع بنسبة حوالي 40%، مما يعكس نجاح هذه الجائزة وأهميتها. طبعا دعم الدولة في جميع المجالات وبالأخص في مجال الابتكار، دعم الابتكار قاعد نشوفه الدولة قاعد تدعم الصغار والكبار من المدارس إلى الجامعات، وهذا الحلو اللي قاعد نشوفه بالأخص في المدارس، والشباب الشباب الصغار اللي موجودين عندنا مهتمين في الابتكار وقاعد يبذلون قصارى جهدهم على أنهم يسوون ابتكارات جدا رائعة نحن نفتخر فيها. طبعا في ابتكار اسمه القفاز الذكي لمساعدة أصحاب الهمم. هذا الابتكار يساعد طبعا من اسم اصحاب الهمم، راح نعرف عن هذا الابتكار اكثر مع صاحب الابتكار معي في الاستوديو اسماعيل محمد علي. اهلا وسهلا استاذ اسماعيل. اهلا، شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. طيب كيف امورك؟ زين. طيب طيب الحمد. كيف الاجواء وانت جاي؟ حلوه كانت؟ حلوه. كان في مطر ولا في زين؟ المشروع هذا وايد حلو والمجسم ماله وايد حلو، كلمني عن هذا المشروع. هذا المشروع اسمه بنية زاوية ذكية، هي مدينة تعتمد كلها على الطاقة الشمسية. أوكي. وفيها حلول تكنولوجية مبتكرة تقدم الراحة والرفاهية للإنسان، حيث تقوم الروبوتات بجميع الأعمال على الإنسان، وتتدخل العامل البشري فقط في وقت الحاجة. أوكي، هاي أنت سميتها مدينة زايد صح؟ نعم. إيه أنا آسف لأني أنا شفت المشروع وايد كبير وايد حلو، نسيت أسألك عن القفاز، سألتك عن المشروع على طول لأنه وايد حلو. زين هذا القفاز ممكن تمسكه؟ حلو. زين كلمني عن هذا الابتكار اللي انت سويته. هذا القفاز الذكي ابتكرته لاني في مره شفت واحد مكفوف يمشي وما قادر يمشي، لازم يكون واحد يساعده. صح. فانا جاتني فكره اني اخترع شيء للمكفوفين. شفت حلو. قفاز بالبيت، فقلت ليش ما اخترع قفاز ذكي للمكفوفين. جبت مسحات باركود، مصلتها بالمساحة الأساسية في الوسط، وتحت في شريحة فيها بطارية، إذا ضوت أزرق يعني البطارية مملوءة. أوكي حلو، كمل كمل. وإذا ضوت أحمر البطارية منخفضة. هذا القفاز الذكي قدمته لجميع المكفوفين خصوصا من عائلتي. زين الحين القفاز هذا الإنسان اللي ما يشوف، هات ممكن تعطيني القفاز شويه؟ سريع سريع سريع.
جزاك الله خير. القفاز هذا كيف ممكن يساعد؟ خلينا نشوف الكاميرا تحطي وين، اي كاميرا. القفاز هذا كيف يساعد الناس؟ يساعد المكفوفين يمسح الباركود الموجود على الاشياء، يعرف المكفوف المعلومات والسعر وغير اشياء عن هذا الشيء. اوكي، مثلا الحين لو هو رايح السوق بس من 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 يمسح عليه على طول يعطيه معلومات عن المنتج وسعره وشي، صح؟ نعم. يعني مثلا لما يروح السوق يشوف الشيء على طول يعطيه سعره وشي، تقصد؟ نعم. كيف يتك الفكره هذه؟ يعطي الفكره هذه لاني دائما اشوف علامات باركود موجوده على اشياء ومساحات باركود، فيعطي فكره ادخلها بالقفاز لتساعد المكفوفين. انت صف كم؟ صف خامس. صف خامس. هذا الابتكار وايد حلو ووايد رائع، اللي يسويه مفروض يكون أكبر من صف خامس، بس ما شاء الله عليك أنت يعني سبقت عمرك وسويت الابتكار الجميل والرائع هذا. أنت مشارك فيه في مسابقات ولا؟ شاركت فيه في مسابقات العلوم والابتكار في دبي. في دبي. ووين شاركت فيه؟ شو قالوا عنك لما شو قالوا عن الابتكار هذا لما شاركت؟ عجيبه بالابتكار وعن شرحه. زين، أنت صف خامس وسويت الابتكار الحلو هذا، أكيد في ناس وايدين ساعدوك، من هم هالناس اللي ساعدوك؟ أولاً أبي أشكر أمي وأبوي خالتي اللي قدموا لي مساعدة. وجه لهم التحية ونشكرهم. وبعد أبي أشكر معلمتي الغالية هيفاء يعروف لمساندتي وتحفيزي للمشاركات والتحديات في المسابقات. وأيضاً بقدم جزيل الشكر لمديرة مدرستي الفاضلة دلال باقر لتاحة فرصة للمشاركة في هذا المسابقة. نوجه لهم التحية كلهم إنهم ساعدوك وخلوك تسوي هذا الابتكار الرائع. أنت أي مدرسة؟ لازم نشكر مدرستك بعد ومديرة المدرسة. مدرسة الحصة للتعليم الأساسي. نوجه لهم التحية ونشكرهم إنهم قاعد يدعمون مواهب مثلك. زين، الفكرة هاي أنت شفت واحد يمشي وياف بالك إنك أنت لازم تساعد الناس. أنا حييك على هذا التفكير الرائع. نحن دوما عيال زايد نحب نساعد الناس، صح؟ فأنت قلت لازم أن هذا ما يحس أنه هو ناقص في المجتمع، هذا شيء وايد حلو، أنا حييك عليه وحيي أسرتك بعد طبعا. زين، خلينا الحين نتكلم أكثر عن مدينة زايد الذكية، اسمها صح؟ صح. ليش سميتها مدينة زايد الذكية؟ أولا لأني برفع اسم وعلم دولتي شامخ، ثانيا وسميتها على اسم الشيخ زايد لأنه يستاهل تسميته على عطائه المستمر لنا إن شاء الله. المدينة هذه كل شيء فيها ذكي، صح؟ نعم. يعني كل شيء يمشي بالطاقة الشمسية. نعم. وبعد يعني مثلا أنت أي واحد يدخل المدينة هذه يستخدم التكنولوجيا فيها، خلاص هي مدينة المستقبل، صح؟ نعم. إن شاء الله تشوفها في أرض، يعني تتمنى وين تشوفها هذه؟ في أي صوب المدينة هذه؟ لو قالوا لك خلاص نحن بننفذ لك هالمدينة، وين تباها تكون؟ جبل الحصن. جبل الحصن؟ زين، وبعد نباها بعد نحن بالفجيره وتسوي لنا واحده بالفجيره ان شاء الله؟ ان شاء الله. اكيد؟ اكيد. كيف جاتك الفكره انك تسوي المدينه هذه؟ جاتني الفكره من مدينه مصدر اللي تعتمد على التكنولوجيا، فقلت ليش ما اطور زياده وابتكر مدينه زايد الذكيه. وقلت بتسوي هذا، صح؟ نعم. زين، شو ناوي تسوي على قدام ان شاء الله بعد؟ ابتكارات مثل شو؟ انت سويت يعني مشروعين حلو، المشروع الاول اللي هو مدينه ذكيه بالكامل، والابتكار الثاني الرائع اللي هو القفاز الذكي لمساعده اصحاب الهمم. وشو ناوي تسوي قدام؟ ناوي تكون نفس المجال ولا تغير؟ نفس المجال. نفس المجال، ها؟ ناوي اخترع اشياء جديده ومطوره ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. الحين اغلب الشباب ما يعني شوف ما يفكرون في الابتكارات، ولا يفكرون انهم يسوون مدن ذكيه، ولا يفكرون يسوون مثل هذا الابتكار الرائع. انت شو تقول هالشباب اللي كله يلعبون ولا يفكرون انهم يخدمون مجتمعهم؟ شو تقول لهم؟ انصحهم ان يخدموا مجتمعهم، لان في الاخر جدا يفيدون اعمارهم. اذا خليني اقول لك صديقي اسماعيل، الحين لو يجيك صديق مثلا معك في الصف مثلا يقول لك ليش انا اعور راسي؟ ليش اسوي هالابتكار؟ ما منه فائده، شو تقول لي انت؟ قال لي لازم تخدم وطنك، المجهود اللي قدمته لك والعطاء اللي قدمته لك لازم ترد له هذا العطاء. صح، ما في شيء يوصل بالسهل، صح؟ الإنسان لازم يتعب ويتعب عشان يوصل، صح؟ ما يحس بقيمة الشيء إلا لما شو؟ إلا لما يتعب. يعني ما في شيء بالسهل، صح؟ صح. زين، شو
الأمور الصعبة اللي واجهتك لما سويت المشروعين هذول، الابتكار هذا والمشروع هذا؟ واجهت الصعوبة التفكير بس. التفكير انك لما انت تسوي المشروع صح؟ صح. ولكن انت قدرت تتغلب، اهلك الوالد والوالدة ساعدوك انك انت تتغلب على المشاكل والعقبات الصغيرة هذه وتتجاوزها وتسوي هذا المشروع صحيح؟ صحيح. الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك ان شاء الله. شو ناوي اول شيء قبل اختم وياك، شو ناوي لما تكبر شو ناوي تكون ان شاء الله؟ رائد فضاء. رائد فضاء؟ نعم ان شاء الله تكون رائد فضاء ان شاء الله. ما ناوي تسوي اي ابتكار عن الفضاء؟ نعم اكيد. اكيد ليش؟ اكيد بسوي. بتسوي اكيد ان شاء الله. اكيد صح ان شاء الله تعالى. انا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وانا استمتعت وياك وان شاء الله يوم من الايام اشوف المدينه هذه على ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. شكرا لك اسماعيل محمد علي. شكرا. المبتكر من مدرسه، اي مدرسه؟ حصن. مدرسه الحصن الاساسيه. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام من هذا الابتكار الرائع راح نروح وياكم فاصل وراح نرجع نواصل وياكم ان شاء الله. اهلا مشاهدينا، رجعنا لكم. راح نروح وياكم لدبي وراح نروح لمعرض الصناع العالمي اللي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الله يحفظه، الرئيس الاعلى لمؤسسه حمدان بن راشد آل مكتوم للاداء التعليمي المتميز اللي كان يوم الثلاثاء الماضي. وطبعا المعرض تنظمها مؤسسه حمدان بن راشد آل مكتوم للاداء التعليمي المتميز في نسخته الثانيه اللي كان تحت شعار اطلق العنان لابداعك، وذلك كان في مركز دبي التجاري العالمي. خلونا نشوف اكثر في هذا التقرير. أبهرنا بما باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشهر، شهر فبراير بالابتكار، وتخصيص شهر خاص بالابتكار في هذه الدولة الفتية. اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والإبداع والتميز والتحفيز عليهما سينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة وتحويله من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد معرفي يعتمد على رأس المال الفكري، وهذا ما ندعو إليه في دول مجلس التعاون. الأمانة العامة لمجلس التعاون تهتم بهذا الجانب اهتمام كبير. الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي أقرت في عام 2001 في مادتها 20 تناولت هذا الجانب وأكدت على أهمية حقوق الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون. الإمارات العربية المتحدة من أولى دول مجلس التعاون انضماما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي المنظمة على مستوى العالم تهتم بالابتكار والإبداع والبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية قاطبة. هذا المعرض هادف حقيقة ويستهدف تحفيز المبدعين خاصة من الأشباه المبدعين دولة الإمارات وخارجها على خوض تجربة الابتكار والإبداع والتميز والتصنيع. معرض الصناع العالمي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بهدف دعم المبتكرين والصناع في مجال الابتكار وفي مجال الإبداع. يأتي طبعا هذا المعرض تزامنا مع شهر الابتكار، والمعرض هذا يركز على عدة أمور من ضمنها اللي هو تنظيم أركان. عندنا حوالي 150 ركن، فيه عدة من المحترفين والمتخصصين والهواة والمبدعين يعرضون نماذجهم في مجال الابتكار. أيضا عندنا متحدثين من دول العالم، عندنا من اليابان، عندنا من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول العالمية. أيضا عندنا متحدثين من دول الخليج مثل السعودية، وأيضا عندنا متحدثين من دولة الإمارات. إذا بعد حابة أضيف أن معرض الصناع مقر الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استضافته في عدة دول عالمية مثل اليابان وفرنسا وغيرها من الدول، ومن ثم من الدول الخليجية عندنا دولة الكويت الشقيقة. نحن نعتبر ثاني دولة خليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، فنفتخر لأن حصلنا على يعني موافقة حصرية من الولايات المتحدة لاستضافة هذا الحدث. رجعنا لكم مشاهدينا وراح نروح نشوف وياكم مواطن حول ساحة منزله إلى مزرعة مائية وجعل منها مشروع ناجح.
اهتم هذا المواطن بزراعة النباتات والأشجار اللي في الماء بطرق مبتكرة داخل بيت زجاجي صنعه هو بنفسه وصممه بنفسه. طبعا أطلق المشروع أطلق على المشروع اسم مزارع الشامسي. هذا المشروع طبعا له أهداف كثير جميلة وكثير رائعة، منها خدمة المجتمع ومنها توفير المياه وتوفير الغذاء للمجتمع، الأمور اللي نحن نعاني منها طبعا في دولتنا نحس فيها بالافتقار أن نعاني من هدر الماء في الزراعة وغيرها. خلونا نتعرف أكثر حول هذا المشروع وخلونا نرحب معي في الاستوديو عبيد علي الشامسي، الأستاذ علي عبيد الشامسي مؤسس مشروع الشوامس، مشروع مزارع الشوامس. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. إن شاء الله طقت الاسم صح. مزارع الشامسي. مزارع الشامسي. نعم. عفوا سامحني عاد على الاسم. شيء رائع وجميل. بما أني أنا أحب الزراعة، أنا لما قريت لهذا في البداية وايد تحمست واستمتعت بصراحة. أستاذ لو تكلمني عن المشروع هذا. نعم. مشروع زراعة المائية، مشروع عملت اللي هو الاكتفاء الذاتي للمنازل، والحمد لله صار له صدى كبير، عبارة عن محمية زراعية في بيت اللي هي مزرعة مصغرة في البيت. أنت ما شاء الله الجميل أنك أنت حاطينها في بيتك، ما في مزرعة ولا نعم شيء، في حوش بيتك. نعم في البيت. زين. نحن نعرف الزراعة العادية، الناس يعرفون. نعم. الزراعة العادية اللي نعم. أنت تزرعها على الشو التراب عادي وتبدأ تزرع. نعم. خيار بطيخ وما لا غيره. نعم. كيف هو الزراعة المائية وشو هي الزراعة المائية؟ الزراعة المائية تعتمد على العناصر الكبرى وعناصر الصغرى. حاليا نحن نستخدم اللي هو الصوف الصخري أو البلايت اللي هي بتكون التربة الخاملة. ونعتمد على العناصر المغذيات هذه هي بالاختصار. زين، شو الفرق بينها وبين الزراعة العادية؟ زراعة التربة. زراعة التربة تحصل فيها مشاكل وايد في التربة. صحيح. من آفات، من حشرات، من هذا، من التربة نفسها، ملوحة التربة، من المياه نفسها. يعني في الزراعة المائية أنت توفر 90% من الماء. صحيح. إذا أنت نزلتها في زراعة التربة بتروح 5% بتروح للزراعة، 5% بتروح اللي هي بالتبخر، والباديات اللي هي 90 بتروح في الرمل. زين استاذ عبيد، الحين واحد يقول لك هل الشيء اللي انا ازرعه نعم في الزراعه المائيه والزراعه العاديه زراعه التربه هي المحصول يكون في فرق بينهم ولا عادي؟ في فرق في طعم، والحمد لله يعني كلهم اللي زرعوا عرفوا النتيجه. طعم فرق، انتاج اكثر اكثف، الانتاج يكون اكثر اكثر من التربه. هل صحيح انه يقول لك الزراعه اللي هي اللي من التربه تكون جودتها والقيمه الغذائيه اكثر من الزراعه المائيه؟ نفس العناصر اللي حصلت اللي في التربه نفس العناصر موجوده في الزراعه المائيه، وبالعكس في الزراعه المائيه هي تاخذ العناصر اللي هي تبغيها الزراعه. زين، كيف جتك الفكره في البدايه؟ يعني هاي فكره صراحه هي مغامره، اللي يعرف الزراعه تعتبر مغامره يعني. وفيها خسائر ممكن لما البيت الزجاجي او البيت اللي انت تسويه المكان المخصص للزراعه هذا مكلف. مكلف. وهي مغامره يعني وانت سويتها في بيتك، كيف جتك الفكره هاي انك انت تسويها؟ جتني الفكره كنت يعني اتسوق، انا يوميا اتسوق، حالي حالك حال اي شخص انه يتسوق يوميا اللي هو الاكتفاء الذاتي للبيت. نعم. من خضار من فواكه من هذا. فقلت لازم في طريقه اني اعمل شيء في البيت واكون لي ولعيالي والمستقبل. حتى صح. لدولتي الحمد لله المستقبل هذا انه شيء. طلعت الفكرة هذه، اشتغلت عليها مجهود ثلاث سنوات ما شاء الله. بديت المشروع اللي بديت فيها من الصفر الحمد لله. أحيانا أبسط شيء عندي هي زراعة الماء. سهل لو أنت ما شاء الله عليك ثلاث سنوات في هذا المجال ونجحت، الحين أي شخص قاعد يسمعنا ويشوفنا الحين سهل يقول لك أنا أسوي هذا في بيتي ولا صعب تشوفه؟ هو سهل. أستاذ خليني أنا أكمل، سامحني قاطعتك، لانه مو باي شخص يعرف الزراعه. في تعرف الزراعه تصير لها مشاكل، تحتاج اهتمامات، الزراعه يعني سبحان الله تمرض بعد. نعم. الناس اللي ما تعرف تمرض. صحيح. وتتعب وتحتاج من اللي يداويها ويهتم فيها. هل هذه اي شخص يقدر عليها ولا لازم يكون عنده ميول او اهتمام في هذا المجال؟ لازم اول شيء يكون عنده اهتمام وميول. والزراعه نفس يعني كائن حي. يعني اذا ما اعتنيت فيه بيموت. حلو. محتاج العناصر الكبرى وعناصر الصغرى، محتاج البيئة اللي هو فيها. يعني أنت إذا بتعمل له في الجرين هاوس محتاج بيئة. صح. وزراعة الزراعة المائية فيها يعني سلبيات وفيها إيجابيات. سلبياتها هي
أن إذا قطعت عنك الكهرباء ما تزرع. يعني تعتمد على الكهرباء لأن هي نعم. قاعد تكيف بيئة غير البيئة اللي نحن نعم. موجودة فيها لأنها نعم. بيئة حارة. نعم لأن تحتاج درجة حرارة من 30 لين 18. الكهرباء مش مكلفة فيها؟ مش مكلفة، نظام الحمد لله عملته كامل أوتوماتيك. ما شاء الله. من السقي من التبريد كامل أوتوماتيك. يعني هذا اللي قاعد يوفر وايد. زين أنا قبل لا أروح أكمل أكثر هذه مجلة مجلس الآباء والمعلمين. سووا معك لقاء نعم وموجود فيه اللي انت شرحت فيه نعم عن الزراعة المائية والطرق تبعها، في حتى صور بتحصل من قدام موجودة كيف الطريقة موجودة، يعني حتى الزراعة في صور داخل. نعم في صور. نعم زين انت شو زارع داخل ان شاء الله، يعني شو زارع داخل المزرعة؟ قول لي شو مو بزارع. شو مو بزارع جميلة هذا الحمد لله. من الزراعة والتجارب اللي سويت فيها آخر شيء طلعت اللي هو الباشن فروت الأصفر في دولة الإمارات. ما شاء الله هذا اللي أنت قدرت تطلع في مزرعتك. نعم طبعا كطماط خيار بقدونس جرجير هذا كله بسيط، وهذا يكون تكلفته أقل من تكلفة تكلفته أقل من الزراعة اللي نعم. هي الترابية. نعم بوايد ومحصولها يكون اكثر صح؟ محصول اكثر نعم، لاني انا في الجرين هاوس اللي عامل لنا خزان المي اللي عندي 100 جلن 100 جلن في العشر 15 يوم مره واحده عبيه، لان المي يرجع مره ثانيه، هذا اللي وفر عندي حتى المحاليل ما يستهلك، يعني ما يستهلك ما الفكره هي ممكن تتطبق على كل بيت، ممكن نشوفها ممكن تتطبق في كل بيت، واي واحد يحتاج اي مساعده اي دعم انا حاضر موجود. في لك شركه او لي موقع الكتروني باسم مزارع الشامسي، ويوميا انا انزل فيه الاشياء وتواصل اللي يحب يعني يتواصل على اساس اللي يبي يبدا تدري في بعض الادوات او الامور هي تحتاج بعض الادوات وبعض الالات اللي لابد انها تكون موجوده اثناء ان الواحد يسوي المشروع، هل هي صعب ان الواحد يحصل عليها ولا بالبدايه؟ انا كان عندي صعب، حاليا 80% من الأشياء هذه موجودة في دولة الإمارات والباقي يوصل من برا. يوصل من برا. يوصل من برا. حلو أنت حولت حديقة بيتك لمزرعة متنوعة تجني فيها، يمكن أنت الحين ما يحتاج تسوق يوميا. لا الحمد لله. الخيار والطماطم وغيره قاعد تجني. في كل شيء فيه له صعوبات. نعم. وهالمشروع الزراعة بالأخص يعني مجال كلها تحديات. نعم. شو من أبرز التحديات اللي تواجه المشروع هذا أمانة؟ تحديات كبيرة. ال- 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 يعني. كيف ما قلت لك الزراعة يعني تحتاج اهتمام، إذا ما تهتم فيها مثل الطفل أنت عندك، إذا ما اهتميت فيه من صغره ما بيعطيك كبره، أنت تهتم فيها أنت تمشي معها ويومي، سبحان الله الزرع أنت من توصل عنده هو يحس. أنا يومي بعد صلاة العشاء موجود عندي في الجرين هاوس، أدخل داخل وأشوف الزرع وأشوف شو اللي محتاج. وفيه اهتمام لهذا. وفيه اهتمام الحمد لله، ونظام كله أوتوماتيك بس أحس براحة. هل في مواد معينة تستخدمها في الزراعة المائية؟ ولا؟ عناصر كبرى، عناصر صغرى. وأنصح أي واحد يعني يبغي يرش مبيدات عضوية اللي هو يحط الفلفل الأحمر مع الثوم يخلطه ويرش شوية. وبعدين يغسل بعد ساعة ساعتين يغسله إذا في محصول يبغى يشيله. في محصول يبغى يشيلها. إذا في محصول لأن هذا كله عضوي أورجانيك. المساحة اللي أنت سويت فيها المشروع هاي مش كبيرة ولا؟ مساحة مش كبيرة. مو بكبيرة. تقريباً 6x9 المساحة هذه، عندي شتلات تقريباً من الطماط 19 نوع من الأنواع اللي موجودة من الطماط، عندي يمكن 16 فلفل أنواع الفلفل. زايد اللي هو العنب الباشن فروت. العنب ما شاء الله. نعم العنب الأصفر الباشن فروت، التين، الخس، أنواع الخس العالمية، عندي الفراولة نظام الجداري، هي أنظمة تختلف يعني. جميل. زين هل ممكن نشوف المشروع هذا يكون كبير ومزارع الشامسي تنتج إن شاء الله؟ إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله بشوفه. في فكرة أنت شغال عليها؟ في فكرة شغال عليها إن شاء الله. لكن احنا دوما قاعد نعاني من الافتقار، ان شوف المزارع الكبيره ما تنتج الامور هذه فعلا، مثل الخس
الخيار الأمور هاي نحن عندنا الدولة تنتجها في أغلب المزارع طبعاً. نعم. أنا أتكلم عن المزارع الشخصية. نعم. اللي هي من شهر 12. نعم. أو شهر 11 إلين شهر 1 و2 و3 الموسم. الموسم أنا ما أتقيد في الموسم في الجرين هاوس، أنا الموسم عندي، لأن في الصيف. نعم. أغلب الناس تقول الجرين هاوس حتى هذا تكلفة الكهرباء تزيد. نعم. لأنك الحين أنت قاعد تتكلم عن درجة حرارة متوسطة. نعم. فأنت تحتاج التكييف وتحتاج المراوح لساعات معينة في اليوم. نعم. لكن في الصيف لا، يحتاج أن الكهرباء تزيد، يعني استهلاك الكهرباء يزيد فالتكلفة تزيد. هل تتوقع في الصيف مثلا أن المزارع الكبيرة، نتكلم غير المزارع الصغيرة، تكون مكلفة ولا؟ هو مكلف، مكلف، بس إذا كان في بديل بيشتغلون على الطاقة الشمسية ممكن. يعني ممكن، لأن أنا في تجربة سابقة لي، هي شوف شهر من تبدأ من شهر 11 إلين شهر 3 و4 هو الموسم جميل. نعم. وأنت ما تعاني من أي مشكلة، لكن تبدأ من شهر 5 وأنت طالع. نعم. درجة الحرارة مرتفعة، لو أنت تحتاج تستخدم التكييف والمراوح والمر هاي الكهرباء تزيد جدا. نعم. فتكون في صعوبة كبيرة، من الصعب أنك أنت تتحكم فيها. أنت كونك شغال 3 سنوات، هل شفت الأشياء اللي أنت تنتجها فيها مشاكل في الصيف مثل الكهرباء، ولا حكم أن المشروع صغير ما في مشاكل؟ حاليا عشان المشروع صغير ما شفت فيه مشاكل، بس فكرة المزارع والهناجر الكبيرة أو المحميات الكبيرة، هاي الفكرة مطروحة سابقا أنه ممكن تشتغل على الطاقة الشمسية، بدائل الطاقة الهوائية، بدائل كثيرة. رايا ما جبت لنا شوية عنب وما عنب نتسلك إن شاء الله؟ حاليا العنب بعد ما طلع، أما الباشر فروت أمس كنت في أسبوع التشجير ما شاء الله، والحمد لله نزلت يعني عنب، ونزلت التين، ونزلت تقريبا انواع الفلفل وانواع الطماط، والحمد لله ان شاء الله. انا وفريق العمل ان شاء الله يوم من الايام ونتشرف، نحن نتشرف بزيارتك ان شاء الله تعالى. حياكم الله ان شاء الله. في وقت يعني توجه انت رساله ان اي واحد قاعد يقدر يسوي هذا المشروع، ما في اي صعوبه ولا في اي مشاكل ان شاء الله. نعم ان شاء الله، وبيشوف هو بروحه بيحس بالطعم كيف الفرق، في لذه يا اخي. حتى مثلا انت راح تتغدى، لما تاخذ السلطه ولا شيء انت تروح بروحك تقصه ولا. نعم. تاخذه من محصولك وتاكل. نعم. تحس انك انت مطمئن. صح. انت زارع انت اللي. صح. مشرف عليه. نعم. في لذة حتى انت لو تاخذه من السوق بتاخذ كميه بتحطها في الثلاجه. صح. باكر عقب باكر يخترب، ليش انت ما عندك طازج يوميه تاخذ منه تستهلكه؟ هو فعلا لذتها اجمل لما انت تاخذ الشيء مباشره وتاكل منه. نعم نعم صح. ان شاء الله. طبعا أنا استمتعت معك أستاذ عبيد علي الشامسي، شكرا لك. شكرا لك وما قصرت، وأنا أحب أشكر شخصين مجهولين مصورين عندي، أحمد البلوشي وناصر محمد، صراحة يعني هذيلا ما مقصرين معانا في التصوير، وأحب أشكرهم يعني مقاطكم. نوجه لهم التحية والتقدير ونشكرك، وإن شاء الله تعالى الله يرزقنا بزيارة لمزرعتك أو لحديقتك إن شاء الله. جميل، حولت الحديقة لمزرعة نستمتع. نعم. فيها. نعم. شكرا لك أستاذي ونورتنا. أستاذ عبيد علي الشامسي ومؤسس مزارع الشامسي اللي بدأت وإن شاء الله تستمر ونشوفها مزارع كبيرة إن شاء الله. شكرا لك، حياك الله. راح نروح وياكم لنظم المعهد الدولي للدبلوماسي الثقافي مؤتمر دولي تحت عنوان تأثير الإعلام على الدبلوماسية والأمن وبناء الدولة، اللي أبرز فيه الصورة أبرز الصور المحافظة على السمعة بالتعاون مع الكلية البريطانية للإدارة غلاسكو جامعة كالدونيا في لندن صباح أمس الأربع بفندق جراند حياة بالعاصمة أبوظبي. وخلونا نشوف أكثر وياكم في هذا التقرير. المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية طبعا أنشئ سنة 2010 في إمارة دبي. بدأنا طبعا في هذا المعهد على أساس ننشئ معهد يؤدي دور حضاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تقريبا أول معهد على مستوى الشرق الأوسط بهذا الاسم وبهذا النشاط. وضعنا في اعتبارنا أن دولة الإمارات دولة متعددة الثقافات، متعددة الديانات، متعددة الجنسيات، أردنا أن نجمع كل هذه الاختلافات الموجودة لشيء جميل
لكي يجتمع حولها كما تقوم القيادة العليا بهذه السياسة. طبعا إمكانية حماية الدولة في ظل ما يشهده العالم زي ما حضرتك قلتي وأنا بتفق معاك في عصر العولمة من اتساع نطاق المعلومات والرسائل الإعلامية التي تبث من كل مكان في العالم يستوجب أنه المواجهة الحقيقية تكون من خلال وجود قواعد دولية تلزم الدول ببعض الالتزامات بشأن تنظيم الإعلام فيها أو الرسائل التي تبث منها للخارج. وأيضا هذه القواعد تضع إطار منظم لحقوق الإعلام اللي كلنا بنؤمن إن هي أحد وسائل بناء الدول وكشف الحقائق، ودي مسألة محدش يقدر يختلف معها، ولكن وجود القواعد الدولية أو بمعنى أوضح اسمحيلي أقول لحضرتك، حضرتك نحن نطالب بوجود قانون دولي للإعلام. أنا أعتقد أن نحن نتكلم عن الاثنين، وأنا أعتقد أن في الفترة الأخيرة الإعلام الجديد صح طغى على الإعلام التقليدي، ولكن خاصة في الإعلام الجديد لا يوجد رقيب، لا يوجد حسيب على هذا، مما أدى إلى انتشار الإشاعات، انتشار الفوضى، انتشار، وتكلم بعض الدكاترة عن هذا الموضوع. لكن أنا بتكلم عن جزء مهم جدا وهو ما حدث في تجربة الإمارات والنموذج الإماراتي. أنا أعتقد الإمارات رائدة في هذا الشيء في تحصين مواطنيها والمقيمين أيضا، ولهذا أنت تجد في الإمارات صعوبة اختراق الفكر الإماراتي المتكون من الإماراتيين والمقيمين أيضا لقناعتهم بهذه الدولة بأساسياتها بمبادئها، فلهذا يصعب اختراقهم، أصبحوا هم الخط الأول وهم الدفاع الرسمي، وهذا جزء من التحصين لأن أصبحوا هم شركاء في اتخاذ القرار. هذه الوسائل الموجودة وتزداد يوما بعد يوم، التي تبث الكراهية والتي تبث الخلافات والتي تؤجج خلافات ربما قائمة، هذه من حقائق هذا العصر. لكن الدول أيضا فيها من الحكمة والحنكة والخبرة لكي تعرف كيف تتعامل معها. أما من بطريق إنشاء قنوات أخرى تحاول أن تنافسها وتجاريها، أو أنها تحاول أنها ترد عليها قضية بقضية، رأيا برأي وخبرا بخبر، وليس هناك أي مجال بعد اليوم سوى أن هذا الفضاء الحر عبر الستلايت وعبر وسائل التواصل، هذا الفضاء أصبح حرا ولم يعد الآن بإمكان أي دولة أن تكون مسيطرة عليها. فعلينا أن نتعامل مع هذه القنوات وهذه المنابر الإعلامية بخطاب إعلامي ذكي، بخطاب استباقي، وبرأي وخبر بخبر، وليس أمامنا سوى هذا الأسلوب الطريق. السلام عليكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. راح نروح نشوف وياكم منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية اللي ناقش المستجدات في الابتكار والتحقيق ملحوظ في مجال تبني وتطبيق الذكاء الاصطناعي. عفوا، في ضيفنا في الاستوديو اللي راح نرحب فيه وراح نعرف أكثر عن منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية اللي تبنى الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في عديد من القطاعات الحيوية بالدولة وطبعا الرياضية. خلونا نرحب بالأستاذ أحمد العبدولي، مدير مكتب المنشآت الرياضية ورئيس فريق منتدى المنشآت الرياضية. أهلا وسهلا أستاذ. الله حيك يا مرحبا وسهلا، نورتنا. يا هلا وسهلا، الله حيك. الاسم شوية غريب علينا، الابتكار أو شو نسميه، نحن قلنا نسميه الذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية. شو يعني الذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية؟ في البداية نحن نشكر تلفزيون الفجيرة على هاي المقابلة وفرصة حقيقة أن ننقل للمشاهد عن منتدى الإمارات الثاني للمنشآت الرياضية، واللي حاكي حقيقة هاي السنة الابتكار والذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية. ما في شك طبعا المنتدى بدأ بدايته في السنة الماضية، كنا نتكلم عن الاستدامة والمستقبل تماشيا مع أجندة الحكومة في منشآتنا الرياضية واللي معنية بالاستدامة.
طبعا نحن حاليا في استراتيجية جديدة تحاكي الابتكار والذكاء الاصطناعي المؤسسي 2031. من خلال هذا التوجه في حكومة دولة الإمارات ارتأت إليها أنها تضع وطأ قدم في موضوع يتماشى مع حكومتنا الرشيدة وتوجيهاتنا حول الابتكار والذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية. الهيئة بدأت في السنة الماضية بمنتدى أول في عهدها الجديد اللي هو الهيئة العامة للرياضة المعني بالاستدامة والمستقبل، وهاي السنة نحن بدينا في الابتكار والذكاء الاصطناعي اللي ينعكس حقيقة على منشآتنا الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ارتيناها فرصة حقيقة أن نضع مؤسساتنا الرياضية والمعنية بقطاع المنشآت الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي ليتماشى حقيقة مع توجه الحكومة. طبعا دولة الإمارات غنية بالنماذج الناجحة في هذا المجال، النماذج اللي استعرضتوها في المنتدى. ما في شك المنتدى بدأ بجلسة افتتاحية كنا نحاكي حقيقة تجربة كأس آسيا اللي صارت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق توجهنا اللي نحن طرحنا حقيقة في موضوع الجلسات المتداولة في موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي. تكلمنا عن اليوم أنت عارف الملاعب حقيقة اتطورت بشكل كبير وأصبحت لها بوابات ذكية، لها سيستم خاص بآلية الدخول والخروج، وكذلك الملاعب نفسها توجهت تقريبا إذا نظام الكهربائي صح. اللي يقلل حقيقة من التكلفة المالية المعنية بالمنشآت بشكل عام. كان هذا الطرح موجود في منتدى الإمارات بجلسة افتتاحية تم خلالها استعراض كافة النماذج والملاعب حقيقة اللي صار فيها تغيير نعم في جذري على مستوى أندية دبي وكذلك الشارجة وإمارة أبوظبي كونها هي مستضيفة الحدث. صار في عرض في موضوع طريقة كيف تكون ملاعبنا تواكب الابتكار والذكاء الاصطناعي، فكانت تجربة حية وكانت تجربة حقيقية فريدة من نوعها اليوم تنعرض في منتدى الإمارات بالمنشآت الرياضية. طبعا لو في الملاعب الرياضية وملاعب كرة القدم، الملاعب القديمة دوما تعاني من صعوبة في دخول الجماهير بسبب البوابات القديمة. الحين لما آلية تطبيق تقنيات الذكاء هاي اللي شفتوها اللي طبقتوها انتم في الملاعب الجديدة، يعني خلينا اوضح لك اكثر لو سؤال شوية، مثل في بعض الملاعب هي تكون قديمة شوية ستايلها قديم وبوابات الدخول فيها شوية صعبة، الآلية اللي قدرتوا تطبقون فيها الذكاء الاصطناعي في هذه الملاعب كيف كانت؟ شوف عبد العزيز، اليوم نحن في عهد جديد في تقريبا ألفية الثالثة، طبعا الأمور تغيرت جذريا حقيقة. أنت عارف تعايشت يمكن في ملاعبنا في دولة الإمارات في العهد القديم، واليوم نحن نحاكي موضوع يتماشى في الألفية الثالثة في موضوع البوابات الذكية. طبعا أكيد كانت نقلة كبيرة في موضوع المنشآت الرياضية، يمكن قبل نظام الدخول والخروج كان نظام حقيقة يعني يدوي بطاقة كرت تذكرة، يعني كان في صراحة نوع من الصعوبة. اليوم حقيقة اليوم دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين تقدمت في مجالات كثيرة، والآن الحمد لله نحن نرى أن الانعكاس هذا في منشآتنا الرياضية اللي هو معنية بالبوابات الذكية اللي نحن اليوم نستخدم الكارت، يعني أنت تروح المباراة ما يحتاج بعد تأخذ بطاقة تشتري من أونلاين بس اللهم بالموبايل، حتى اليوم موجود في الموبايل، التطبيق موجود في الموبايل نزله في نفس الوقت تسوي اللهم اسكان تدخل المباريات. يعني الأمور وايد تغيرت للأفضل، يعني اليوم خاصة التقنيات الحديثة اللي تشهدنا ملاعبنا سهلت حقيقة عملية الدخول والخروج للجماهير، فهذه تقريبا يعني مطابقة موجودة عندنا في ملاعبنا، وفي نفس الوقت بدت يعني أغلب الأندية تطبق هذا الموضوع في منشآتنا الرياضية. كان في حتى قبل صعوبة، أنت قبل تحتاج قبل تروح المباراة قبلها بأربع أو خمس أو ست ساعات أحيانا. صحيح. الحين خلاص الحين قبلها بساعة نص ساعة، في بعض الملاعب حتى قبل الصفار يمكن بربع ساعة عشر دقائق تتضمن تقعد مكانك وكرسيك بدون ما حد ياخذه. أنت اليوم من خلال موقعك الحين تقاعد تقدر تشتري بطاقة دخول، تقدر تحدد الوقت اللي ممكن تروح فيه المباراة،
من مكانك تدخل على تطبيق معين وتقدر تختار الكرسي اللي انت تبغي تجلس عليه. في نفس الوقت اليوم يعني ما يحتاج انت تروح مثلا تروح تتعنر في مكان بعيد عنك، لا، موجود اليوم تطبيق معين، تدخل هذا التطبيق تختار نوع المكان اللي تحتاجه، وفي نفس الوقت يعني تعمل على الاقل سكان في الشاشه نفسها. في كاس اسيا واستخدمناها انك بكل سهوله تختار المقعد والمكان وتطبع من الموبايل بدون ما يحتاج تروح، انت مجرد انك تطبعت التيكت تدخل. على اساس ان نحن نروح للتقنيه هاي الذكيه جدا واللي سهلت علينا، في صعوبات، شو كانت الصعوبات؟ شوف، يمكن تقريبا اليوم احنا نعاني من قله الكوادر الفنيه في هذا المجال، يعني نادر ما تحصل يعني كادر فني متخصص في هذا المجال. يمكن احنا استعنا بناس متخصصين وهم قله حقيقه في هذا الموضوع. كون النظام يدخل علينا جديد يحتاج تقريبا يحتاج موارد ماليه، الموارد الماليه مهمه خاصه في هذا الوقت، خاصه لانك انت تشتري اجهزه، تشتري بوابات ذكيه، فهاي يمكن تقريبا اللي نحن الحين حاليا تقريبا نحن نواجهها بشكل مباشر. يعني هي كانت صعوبة وانحلت، لأن نحن شفنا ما في مشاكل لما حضرنا كأس آسيا وغيرها، كانت جدا دخول سلس وسهل صراحة وبكل أمانة. لا، هي بالنسبة إذا أنت تقول لي عن الصعوبات اللي متوقع تواجهون التنفيذ، لا نحن الحمد لله يعني أنا ما كانت لنا تجربة مباشرة مع كأس آسيا، يمكن المعنيين في كأس آسيا هي جهة مستقلة مش الهيئة. نحن الهيئة كنا نتكلم عن موضوع جلسات مختلفة في تجربة كأس آسيا، وفي موضوع تطبيقات الابتكار في منشآتنا الرياضية ومستقبل المنشآت الرياضية والذكاء الاصطناعي. فكانت هذه الجلسات يعني تقديمية لمنتدى الإمارات للمنشآت الرياضية. أنت قلت لي عن موضوع الصعوبات، يعني أنا أشوف اليوم يعني إذا كانت هناك صعوبات، أتوقع قلة الكوادر الفنية. الفنية اليوم تحتاج شخص فني متخصص في هذا الجانب. يعني إذا أوكي موجودة الآلة، موجودة التقنيات موجودة، لكن ما يمكن من النادر انك ما تحصل الشخص الفني المتخصص. فانا اشوفها تقريبا هاي احد الصعوبات الحاليه اللي نحن يمكن احنا نواجهها يعني في ملاعبنا. بما انكم ناقشتوا تجربه ملاعب كأس آسيا، كيف تشوف تقييم الذكاء الاصطناعي اللي كان موجود في الملاعب لو قيمناه من 10؟ شوف اليوم الله يسلمك، نحن كطرح جديد يتماشى مع استراتيجية. سامح دبلوماسي جدا في الحوار، يعني يعني عادي ممكن تقيم. لا أنا مو دبلوماسي، أنا لا جدا ما شاء الله عليك، فتأخذ الإجابة وتغير السؤال وتوصل للإجابة اللي أنت تبيها. لا أنا أقول يعني أنت سألتني سؤال مباشر، فأنا لازم أعطيك حيثيات الموضوع على أساس أن نحن اليوم نعطيك معلومة جديدة. الذكاء الاصطناعي علم جديد اليوم فيه يطبق على كل مؤسساتنا الحكومية، فنحن معنيين بالمنشآت الرياضية. يمكن اغلب اليوم الملاعب اللي انت حين تقريبا تلاحظها ما فيها البوابات الذكيه، ما فيها الذكاء الاصطناعي اللي يواكب حقيقه توجهنا الحالي. نحن عندنا مشاريع مستقبليه في الهيئه العامه للرياضه راح تطبق هذه المعايير، كون مخرجات منتدى الامارات للمنشات الرياضيه طلعنا ببعض التوصيات واللي هي معنية بموضوع مختبر الابتكار في المنشآت الرياضية. فهذه واحدة من التوصيات اللي نحن نعكسها حقيقة على منشآتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نفس الوقت المعنية بها الهيئة العامة للرياضة. فهذا نحن كطرح لازم نتبناه على أساس أن نتماشى مع اليوم توجه الدول الكبيرة. طبعا هذا باختصار يعني فيما يتعلق في موضوع الذكاء الاصطناعي. طريقة طرحه، لابد قبل انك تبني مثلا المنشأة، لابد انك تحطي في وتراعي حقيقه الجانب موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هي البوابات الذكيه، اللايتنج سيستم، الموضوع البطاقات الالكترونيه. يعني هذه نوع تكون لابد تكون موجوده حقيقه اليوم في منشآتنا على اساس احنا نقدر كيف نتماشى مع منشآتنا المستقبليه ان شاء الله تعالى. استاذ احمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضيه ورئيس فريق منتدى المنشآت الرياضيه، شكرا لك، نورتنا. الله يبارك فيك، انتم مشكورين، جزاكم الله خير على الاستضافه. استمتعنا وكان درس في الاجابات الدنيا. الله يسلمك، بالعكس احنا تشرفنا فيكم. الله يسلمكم، شكرا مره ثانيه على الاستضافه. شكرا لكم، ان شاء الله دوما موفقين خير ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، راح نروح وياكم لمبادره وطنية للتوعية بسرطان الثدي أطلقتها جمعية أصدقاء مرضى سرطان اللي انطلقت من 23 فبراير وراح تستمر حتى باكر 1 مارس، اللي هي تعزز من الوعي بأهمية الكشف المبكر عن مرضى سرطان الثدي. خلونا نشوف أكثر وياكم في هذا التقرير.
طبعا اليوم حينا في اليوم الخامس من مسيرة فستان القهوة الوردية اللي ابتدت من تاريخ 23 فبراير وبتستمر لغاية الأول من مارس. حاليا متواجدين في مستشفى خورفكان، معنا تقريبا 10 فرسان اليوم شاركين معنا، فارسات وفرسان، ومتوجهين حاليا من بعد مستشفى خورفكان إلى فندق أوشيانيك مرورا بكورنيش خورفكان، ومن بعد إن شاء الله بنتوجه إلى دبا الحصن ودبا الفجيرة. طبعا اليوم بنقطع في حدود 17 كيلومتر في مسيرتنا يعني بشكل كامل، والعيادات إن شاء الله متوفرة وموجودة، وحاليا في مستشفى خورفكان موجود العيادة الطبية لفحوصات الثدي، وموجودة بعد الشاحنة لتقديم فحوصات الماموغرام في مستشفى خورفكان. مرة بشارك في القافلة الوردية، وتعرفت عليها من خلال الفرسان اللي بعرفهم، لأن احنا بنركب بالخيول فكله بيحكي مع بعض انه فيك تروحي تشاركي تدعمي المرضى بالسرطان عن طريق انك تركب الخيل في الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة، وحبيت اجي واشارك فيها انه اقل شيء فينا نعمله للمرضى السرطان. لنا شرف كبير اليوم باستقبال القافلة الوردية في يومها الخامس، وكذلك هي مستمرة في لحد 1 مارس إن شاء الله، وإحنا فخورين في هذه الحملة، حملة توعوية طبية تهدف إلى توعية المجتمع بسرطان الثدي. شاكرين لهم تعاونهم واستجابتهم لنا في هذا اليوم، موفقين دائما إن شاء الله، وأشكر كل العاملين كذلك على إحياء هذا الشيء ونشر ثقافة وتوعية المجتمع بذلك الشيء. رجعنا لكم. طبعا شهر الابتكار، قد الجميع الجهات الحكومية والخاصة قدمت ما لديها من ابتكارات دعمت فيه المجتمع ودعمت فيه الدولة وقدمت خدمات كثيرة. طبعا أبدعت شرطة عجمان في ابتكار أول سيارة لاسلكية مسلحة على مستوى الدولة، وهي إطلاق قناص الإمارات، أول سيارة لاسلكية مسلحة على مستوى الدولة. راح نعرف أكثر عن هذه السيارة معي في الاستوديو ماجد إبراهيم الزرعوني، مبتكر مشروع قناص الإمارات من شرطة عجمان. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. يا نورتنا. الله يسلمك. حياك الله. اسم المشروع قناص الإمارات. نعم. كلمنا عن هذا المشروع. قناص الإمارات هي أول سيارة لاسلكية تم صناعتها الحمد لله بالكامل في مختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية للابتكار. طبعا اطلقنا عليها شهر الابتكار، او اول سيارة تم اخذ عليها براءة الاختراع وملكية الفكرية والمصنعية. ما شاء الله. تم اطلاق اسم عليها اللي هي قناص الامارات. تستخدم في الاشياء اللي هي الامنية اكثر، مثل فض الشغب او المداهمات. والقبض الامن للاشخاص اللي هم المتهمين او المطلوب القبض عليهم. بنتكلم عن الفكرة من هذا الابتكار، خلوا يصورون لنا، بتطلع الحين على الشاشة للمشاهدين. الصورة هذه، الهدف من هذا الابتكار من هذه السيارة، يعني كيف شفت هدفها وكيف هي دعمت الغرض الأمني لهذا الابتكار؟ كيف ممكن أقول لك أن كان له دعم أمني أو إضافة أمنية؟ طبعا دائما نحن نواجه بين فترة وفترة، مثلا اللي هي سوالف الشغب العمالي. بدل ما نحن نعرض حياتنا للخطر ونعرض حياة الجمهور أصلا للخطر اللي هم مثلا المتظاهرين أو كذا، فإحنا يعني ابتكرت السيارة هذه بسبب أن تحمينا نحن كشرطة، وفي نفس الوقت نلقي القبض على الناس اللي هم المطلوبين من ضمن الفئة اللي هي مثلا طالعة اللي مسوي الفوضى ومسوي الشغب. في نفس الوقت
السيارة هذه نحن نقدر نتحكم فيها عن بعد عن طريق الريموت كنترول. حتى الرماية اللي فيها رماية آمنة مش للقتل بس للإصابة. للإصابة فقط. نصيب الريل، نلقي القبض على الشخص بشكل آمن. الشغلة الثانية أن تم دعمنا الحمد لله من شركة أمريكية اللي هي شركة موهوك. ما شاء الله. اللي هي المتخصصة في الكاميرات العسكرية. من حيث الرماية قبل كانت عندنا مثلا في أداء التجارب للسيارة هذه الرماية كانت عندنا تقريبا من 50 إلى 60 إلى 70%، الحين الرماية وصلناها تقريبا من 90 إلى 95%. ما شاء الله. يعني السيارة هاي أو الآلة هذه ممكن تدخل في مكان في ازدحام بشري أو في مشاكل وممكن ترمي رماية آمنة. رماية آمنة، ونفس الوقت الرماية وحركة السلاح حركة السيارة عن طريق الريموت كنترول. ريموت كنترول. هنا. هل أنا ما أعرف، أنا مش شخص أمني، لكن لما مجموعة أشخاص يجتمعون عليها يرمونها بشيء هل هي تتأثر ولا؟ لا طبعاً، هي مجهزة بكل التقنيات اللي هي تحفظ على سلامة السيارة. السيارة هذه أصلاً سرعتها ما يقارب 100 كيلومتر في الساعة. ما شاء الله. تتحرك متواصلة لمدة 3 ساعات. نحن نقدر نتحكم فيها بكل سهولة. في حالة إذا حسينا أن في خطر على السيارة، سيارة فيها أوتو هوم، نقدر نحن نرد عن طريق الجي بي إس. الأمور اللي كانت موجودة هذا ابتكار، يعني إضافة حديثة. نعم. كان في من هالنوع من الآلات أو من السيارات اللاسلكية قبل؟ يستخدمون بعض الآلات اللي هي الروبوتس اللي هم يسمونها الروبوتس. أكثر شيء حق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق وهذا، بس كشيء امني ما كان فيه. انا لا اشوفه على مستوى الامارات انه ما كان موجود، يعني انه في اشياء امنيه نفس هذه السياره. هذه كانت جديده ودخلت كمجال. ممكن انها ترمي وممكن انها تصور. نعم. وهي يعني محصنه، ما ما, ما لا يمكنها تتاثر بال طبعا ما تتاثر، لان اوريدي اصلا حتى الصفيحه اللي مسوينا صفيحه ذكيه. ان نحن نقدر نستعملها مش بس للرمايه، نحن نقدر نستعملها مثلا في كشف الالغام. ما شاء الله. نقدر نشيل السلاح ونركب عليه مثلا عندنا قطع مسوينا بعد حاليا تقريبا شبه جاهزه. يسمونها التلت شيفت. تحرك كاميرا على درجه 360. السيارة هاي فيها هيدروليك تنزل كامل على الأرض. ما شاء الله. إن بحيث أن تقدر تمشي في الأماكن الضيقة في تحت السيارات. في الأماكن الصعبة. مثلاً أماكن الصرف اللي هي الفتحات الكبيرة تقدر تدخل، صعب الإنسان يدخل فيها. ما شاء الله. تتركب عليها طبعاً 5 أنواع كاميرات، اللي هي الكاميرات الحرارية، الإكس راي، الكاميرات النايت فيجن، الكاميرات الآي آر. هذه كاميرات الآي آر حالياً نحن مركبين عليها للرماية. ما شاء الله. يمكن تشوفونه هناك في الشاشة. طبعاً موصلة بجهاز بث نقل مباشر لغرفة العمليات عن طريق غرفة التحكم أو شنطة التحكم هذه اللي موجودة. ما شاء الله. يعني هي مش بس كشف أو أنها تساعد، لها هي تقوم بأدوار دفاعية وأدوار هجومية، وفي نفس الوقت يطلعون لهم مثلاً بغرفة العمليات بالحدث اللي صاير بنقل مباشر دايركت. وصناعة إماراتية 100%. نعم. ما شاء الله، شيء جميل ورائع. هل ممكن قريب نشوفها في أرض الواقع تستخدم ولا استخدمت هي؟ حاليا قمنا عليها اختبارات مخبرية. طبعا اشتغلنا أنا وربيعي جاسم على السيارة من حيث صناعتها، من حيث برمجتها بالكامل. أخوي جاسم صراحة ما قصر في برمجة السيارة، بحيث أن طورنا جدا في الإمكانيات اللي فيها، بحيث أن هي يعني حتى السسبنشن اللي في السيارة أن هي تقدر تصعد دري، تقدر تنزل منها. هذه ما شاء الله. نعم. وفور ويل درايف ديف لوك، أن في الأماكن الوعرة أن نحن نقدر نمشيها بكل سهولة بكل أريحية. طبعا الصفيحة اللي تحت أو الشاصي نحن كلنا مسوينا بروحنا عن طريق الفولاذ. ما شاء الله. بحيث أن إذا في حالة مداهمة نقدر نكسر فيها باب. من قوتها يعني الحمد لله. يعني خلاص ما يحتاج المغامرة وأن الناس تضحي بأرواحها. والله يعني أنا ما بقول لك ما لا هي ما تغني، لكن هي يعني موجودة أن هي تساعد، وإضافة كبيرة. إضافة كبيرة يعني. يعني نحن حتى مطمئنين أنتم موجودين وتسهرون لراحتنا وأمننا وسلامنا، حتى قمتوا تبتكرون لهذا الشيء، فجزاكم الله خير. والله يوفقكم إن شاء الله. آمين. المدة اللي خذيتوها أنتوا وشغالين على هذا الابتكار؟ كدراسة مشروع خذت علينا تقريبا 2 سنين، وإحنا ياسين نجرب وياسين يعني ناخذ أفكار اللي هم فئات المستهدفة من الشرطة نفسها. أنا كنت مستهدف تقريبا 6 فئات من الشرطة، اللي هم العمليات، المتفجرات، القوات الخاصة، الكيناين، التحريات، بالإضافة للدفاع المدني.
في ان شاء الله سياره جديده نحب نسويها خاصه بالدفاع المدني تتحمل درجات حراره كبيره. راح نروح للابتكار الثاني بس بعد ما نخلص من هذا. هي. طبعا حاليا نحن خلصنا اول فئه اللي هم القوات الخاصه والمتفجرات. في الفئه الثانيه اللي هي الخاصه في غرفه العمليات، مثلا بعض الاوقات نحن نحصل شنط طايحه في الشارع مو بعارفين مصدرها وين، مش عارفين كذا. هاي الناحيه نحن نركب عليها الصفيحه الثانيه اللي هي مجهزه اوريدي اصلا، اللي فيها الكاميرا التلت شفت لكشف المكان هذا، بدل ما مثلا نحن نسكر الشوارع ولين ما تجي القوات المتخصصه، بحيث ان نحن نشغل السياره هذه تكشف لنا الموضوع ويون الجهة المتخصصة الوحيدة اللي هي مثلا متخصصة في الحدث ويتعاملون مع الشغل. يعني هي ممكن تستخدم في أكثر من حالة، اللي هي حالات الاقتحام، حالات المتفجرات، حالات الكشف عن المخدرات، حتى وصولا للإلغام. صحيح، ممتاز جدا. زين الابتكار الثاني اللي أنا قاطعتك، الابتكار الثاني اللي احنا نفكر إن شاء الله نسوي سيارة خاصة لغرفة العمل لغرفة الدفاع المدني تتحمل درجات حرارة كبيرة، طبعا بتكون عليها كاميرات حرارية متخصصة في كشف الأماكن الحارة، بس بعدنا يعني بعد مقطار التجارب لحين ما خلصنا. بس هي الفكرة أنها ممكن تدخل في الأماكن الصعبة اللي يصعب على رجل الدفاع المدني إنه يدخل لها، صحيح، وأنها تقوم بأدوار مساعدة وأدوار ممكن تقدر بعد تقوم بأدوار إطفاء نفسها. أدوار في نحن أتوقع يمكن قريتوا عن قبل فترة اللي هي الكرات للتطفي، هي اللي ترميها أنت تفرغ الكرة هذه. نعم. وسبحان الله تطفي، يعني تساعد على ان تطفي الحريجه. فهذه من ضمن الافكار اللي احنا حاطينها لها السيارات والسيارات اللي هي اللاسلكيه. جميل. وحتى في الحراق اللي يصير الله يبعد عنا وعن جميع المسلمين وكل من يسمعنا، الاختناق اللي يصير داخل لما الدخان او الغبار او الدخان بالاخص. صحيح. يسبب الاختناق، ففي صعوبه الناس تطلع. صحيح. وحتى ممكن تكون في صعوبة أن رجل الدفاع المدني يعرف وين مكان الشخص موجود. هي من كثرة الخناقية طبعًا. فهذه من ضمن بعد يعني حطيناها أن هي فيها كاميرات حساسة أن تكشف أن مثلًا فيها أجسام حارة، أجسام باردة، تكشف إذا في أشخاص. هي فكرة الكاميرا هاي شيء طريقتها يعني. ما شاء الله عليك أستاذ ماجد، في ابتكارات سابقة قمتوا فيها بعد؟ هي الحمد لله أنا عندي تقريبًا 4 ابتكارات واختراعين. هذا الاختراع الثاني، اول اختراع انا سويته اللي هو المختبر الجنائي المصغر، تم تطبيقه بشكل جزئي في اماره عمان، كله ريسيركل، اعاده تدوير، عباره عن دراجه كانت منتهيه عندي فاشتغلت عليها بروحي في البيت، حولتها لمختبر جنائي مصغر وسهلت على امور البحث الجنائي اللي هم مثلا بيسيرون لموقع جريمه حاصله ولا مسرح جريمه لين ما يرفعون البصمات يودون المختبر تاخذ وقت طويل، فاختصرت عليهم في 10 ثواني. ما شاء الله عليك. سر او حبك للابتكار والابتكارات هذه اللي قاعد نشوفها هي هوايه. هوايه. انا احب الاشياء التكنيك اللي هي اللي فيها الالكترونيات هالسوالف، فاحب دائما اشتغل فيها بروحي، واوريدي اصلا عندي ورشه عمل في البيت واشتغل فيها. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، يعني ابتكارات كثيره ودوما ابتكار الى ابتكار. صحيح. وحتى الابتكار الجاي ان شاء الله نحن نكون اول ناس نعرف عنه باذن الله. ان شاء الله في بعد ابتكار حاطنه في بالي بس ما بعلن عنه الحين، بس لو انه بسيط ان نحن نعرف عنه بتعرفونه في وقته ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اللي هو غير عن غير عن المختبر الجنائي المصغر، غير عن الدوريه المروريه الطائره، غير عن فكره الهولوجرام. حاليا نحن نحاول نطور فيها بعد، مسوي هولوجرامين نوعين للاطفال، هذه خارج نطاق العمل، تساعد الاطفال حتى في عدم شل الايباد ولا التليفون يحطونه في عينهم، بحيث ان الموجات الكهرومغناطيسيه والاشعاعات اللي تطلع منها. سويت لهم فكره بسيطه جدا اللي هي عباره عن غطاء سي دي، يعني غطاء سي دي انه يحطون التليفون داخل يتحول لهم بروجكت يشوفون عن طريق الشاشه الشفافه هذه، فكانت فكره جميله. جميل جدا وحبوها الاطفال يعني. شيء رائع. شكرا لك استاذ ماجد ابراهيم الزرعوني، مبتكر مشروع قناص الامارات وابتكارات ثانيه بعد باذن الله. ان شاء الله وبتشوفون كل جديد. نورتنا وشكرا لك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، أتمنى لكم نهاية عطلة سعيدة، نشوفكم على خير إن شاء الله، في أمان الله ورعايته.